قانون الأحوال الشخصية يمنع زواج القاصرات في السعودية، وأيضا فيها لا فاتورة الدعم تكلف الاقتصاد السعودي 350 مليار ريال سنويا. وموظف سعودي يشتكي من فصله من الخطوط السعودية. وفقراتنا الثابتة كما عودناكم كل مساء. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. كشفت مصادر مطلعه لصحيفه الحياه ان قانون الاحوال الشخصيه المنتظر عرض على مجلس الشورى او سيعرض قريبا، يمنع تزويج الفتاه القاصر الا بامر قضائي، ويحدد سن البلوغ لدى الجنس ب 18 عام أو سن الزواج، ويعطي أيضا المرأة الحق في اشتراط الطلاق في عقد النكاح في حال تزوج الرجل بثاني ورغبت في الانفصال. وإضافات بأن النظام نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، بجانب منح المرأة حقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطلاق بينونة كبرى في 3 طلقات. مزيد من التفاصيل في عن زواج القاصرات والقانون نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. زواج القاصرات ومنشتات صحفية لطالما كانت تطالعنا بين الفينة والأخرى، وقصص هي أغرب من الخيال. فهروب فتاة في 15 من العمر من عش الزوجية بعد يومين من الزفاف، وزوج تسعيني يطالب بعودة زوجته المراهقة. قصص هروب القاصرات من أزواجهن، وخاصة إذا كان فارق العمر كبيرا جدا، كانت وما تزال تظهر على السطح الاجتماعي، محدثة الكثير من اللغط والجدال بين الأوساط المجتمعية وخاصة على تويتر. فبينما تطالب فئة من المجتمع منع هذا الزواج لعدم التكافؤ بين الزوجين ولما فيه من الظلم للفتيات خاصة، وأن بعض الحالات تعتبر استغلالا من قبل ولي الأمر، وذلك بتزويج ابنته بمهور عالية. وفي حين وصل عدد زيجات القاصرات في السعودية إلى 5000 فتاة دون سن 14، ما حدا بسماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بطلب الجامعات بدراسة الآثار النفسية والاجتماعية لهذا النوع من الزيجات. كما بيّنت دراسة عربية أن نسبة الأمية بين الزوجات القاصرات تتجاوز 40%. قانون الأحوال الشخصية والذي سيعرض على مجلس الشورى في وقت قريب يمنع تزويج الفتاة القاصر إلا بأمر قضائي، ويحدد سن البلوغ لدى الجنسين ب18 عاماً، بالإضافة إلى حق الزوجة في اشتراط الطلاق عند اتخاذ الزوج لزوجة ثانية. أشعل ساحة النقاش من جديد بين الفئة السابقة، وفئة ترى أن مثل هذا القانون يتعارض مع الفتاوى الدينية ويعارض تعاليم الإسلام في الزواج، مستدلين على ذلك بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها. وفيما يستمر الجدال القائم منذ سنوات دون بوادر لتوقفه، كما هو الحال في العديد من القضايا الاجتماعية في السعودية، باتت الحاجة ملحة لوجود قانون يقر الزيجات بهذا الشكل أو يمنعه. أهلا وسهلا بكم. لمناقشة هذا الموضوع سنرحب بالدكتور سعد الدرهم، أستاذ مشارك كلية الملك خالد العسكرية. وأيضا يسرني رحب بسديهاتنا في جدة بالناشطة الحقوقية الدكتورة هالة الدوسري. أهلا وسهلا بك دكتور هالة. أهلا وسهلا بك دكتور سعد. حياكم الله. ترى اعذرني انا كل ما اول ما اشوفك اتذكر الفئه الناجيه، بس هو موضوعنا عاد. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. ببدا معك شيخ سعد. طبعا انت بالاضافه الى انك يعني استاذ مشارك في كليه الملك خالد العسكريه، لانك ايضا ماذون انكحه. نعم. وعايشت ربما مثل هذه الحالات، وايضا عندك هم اجتماعي ربما تختلف في الراي او تريد ان تشرح بعض النقاط. اولا يعني هل يجوز شرعا مدرسة الشرعية السعودية، هل يجوز منع القاصرات من الزواج؟ طبعا شرعا
ليس هناك نص يعني يحدد سن زواج معين، لكن غالبا هذه الأمور تختلف من عصر إلى عصر. في السابق كانت يعني النساء يعني أو البنات يبلغن مبلغ النساء وهن في سن متقدمة جدا، قد تكون 9 سنوات قد تكون 10، لكن عندها خبرة بأمور الحياة بأمور يعني بحقوق الزوج وغير ذلك. لكن في أزمنها في هذه الأزمان يعني أصبح وعي كثير من البنات بأمور الزواج بحقوق الزوج يعني أقل منها في الأزمنة السابقة، وتربية البنات في هذا الزمن تختلف عن تربيتهم في السابق. في السابق كان تربى البنت عن طريق البيت، عن طريق الأم، عن طريق العمات وعن طريق الخالات. الآن أصبح نصيب البيت من التربية يمكن نقول 30 إلى 20%. أصبح الآن هناك المدرسة تربي، أصبحت وسائل الاتصال الموجودة الآن تربي، فبالتالي أصبحت تغرس في ذهن الفتاة يعني ثقافة أخرى مغايرة. فأصبح كثير من البنات الآن يعني في السابق قد تزوج بعلمها أو بلا علمها في سن 9 أو 11 أو 13، إذا بلغت يعني وبانت عليها آثار يعني البلوغ فإنها تزوج في ذلك الزمن. لكن في هذا الزمن في اعتقادي البنت الآن لو قال لها والداها يعني سنزوجك عمرها 9 أو عمرها 11 أو 12 غالبا ترفض، لأن ترى أن المجتمع الآن أصبح لا يزوج بناته. شيخ سعد ترى احنا يعني لازلنا في كلام نتحدث عن يعني أشياء افتراضات شرح لما كان وما يحدث الآن، لكن أنا بروح للناحية الشرعية وراح أسمع تعليقك، ولكن خلني أروح للدكتورة هالة يهمنا رأيها في هذا الموضوع. دكتورة هالة أهلا وسهلا بك مرة ثانية. المصدر في الحياة يقول أنه يمنع زواج القاصرات إلا بأمر قضائي. هل يمكن أن يعني أن تستغل هذه السلطة في زواج القاصرة خصوصا وأن آراء القضاء فيها تباين كثير، وكثير من الحالات اللي كنا نتابعها سابقا تميل إلى تزويج القاصرة إذا والدها كان يريد ذلك؟ نعم، أنا طبعا عندي نقطة بس حاب أوضحها. موضوع مصدر موثوق في الأخبار المنشورة يعني أنا يعني أتحفظ على هذا الخبر، لأنه إذا كان هذا المصدر يملك علم بالموضوع فلماذا لم يذكر اسمه؟ يعني هذا يعني في رأيي يعني شيء لا يجعله موثوق يعني. الأمر الثاني موضوع زواج القاصرات، بس برد عليك في نظر بس بعدين في هذا الموضوع. أوكي تفضل. أوكي، النظر في زواج القاصرات لابد أن يحقق يعني مجموعة من الأمور. أولا، هل المرأة لها حق الاختيار والإرادة؟ لأن من أركان الزواج الإيجاب والقبول. موضوع أن المرأة تكون قاصر ويقوم ولي أمرها بتزويجها، إحنا وجدنا طبعا أنه في شواهد قضائية مثل ما تفضلت، كثير من القضاة أو كثير من البيئات أو التيارات الدينية يعني توافق على هذا يعني وتمنح الأب سلطة مطلقة أنه يعني يزوج القاصر. ووجدنا أنه طبعا كثير من المشكلات اللي تتعرض لها النساء الصغيرات هي نتيجة مثلا سداد ديون الأب أو التخلص من فم آخر لإعالته يعني. لكن في الحقيقة إن ليش نعارض يعني كشيء مؤسس في دولة موضوع زواج القاصرات؟ أولا، هذا ينتهك إن حق المرأة في الاختيار بكونها غير ناضجة بما يؤهلها أنها تختار وتقوم بعمل واعي في قرار الزواج من رجل وهي أقل من السن المتفق عليها للنضج النفسي والعقلي والجسدي. الشيء الآخر هي الجانب الصحي. دراسات أثبتت يعني بما لا يدع مجالا للشك لأن وفيات الأمهات والمشاكل المتعلقة بالحمل والولادة للأطفال وللأمهات أكثر بكثير في السن الصغيرة. الشيء الثالث وهو من ضرورات العصر هي تمكين المرأة للحصول على تأهيل علمي يؤهلها للدخول في سوق العمل والكسب، عدم الاعتماد على الزواج فقط كحل وحيد للنفقة. أنك أنت تختار يعني تختزل فترة تعليم الفتاة وتزوجها مبكرا فأنت بتقطع عليها حقها في أو تمكينها من التعليم اللي يؤهلها في النهاية إلى الكسب. فهذه الأمور كلها يعني يتم التضحية بها في سبيل تزويج الصغيرة يعني في هذا العصر لابد من تقنينه. والخبر يقول أنه القاضي هو اللي يعني يقرر مدى سلطة الأب أو أحقيته في تزويج الصغيرة، فهو تقريبا يقوم بعمل نفس المتعارف عليه حاليا. حاليا القاضي هو الذي يقوم يعني بتزويج أو بتمرير زواج القاصرات، فإحنا لا نرى فيه فائدة يعني أنه أنت تشيله من الأب وتضعه في يد القاضي، بينما المرأة وهي محل الحياة الزوجية والمسؤولة يعني أمام الزوج وأمام الأطفال هي الغائبة عن هذه المعادلة.
فأنا ماني شايف أن هذا تحسن، وضع الأمر بيد القاضي يعني. نعم طيب، قبل نروح نشوف آراء الشارع في هذا الموضوع، برد في موضوع المصدر الموثوق. طبعا أنا أتفهم اللي تقولينه دكتورة هالة، ولكن يعني في علم الصحافة دائما في مصدر مأذون ومصدر موثوق ومصادر مقربة ومصادر مطلعة ومصدر مسؤول ومصادر خاصة إلى آخره من هذه المصادر. طبعا هذه تكثر في البلدان النامية اللي ما فيها سقف عالي لحرية الصحافة، بلي يعني مجتمعنا وصحافتنا بهذا الشيء. ولكن ليس ذنب الحقيقة الزملاء الصحفيين، ولا ذنب الناس اللي تظهر في الشاشة، ولا هذول الناس يعني مفروض نشكرهم، يبذلون جهد كبير في أنهم يصلون لمعلومة في بلد تغيب عنه الشفافية في كثير من الملفات. فأحيانا المشكلة تكون مرتبطة بذلك المسؤول أو المصدر الموثوق، وأيضا هو المشكلة أنه هو يعيش في بيئة بيروقراطية وبيئة يعني ترى أن الظهور في الإعلام جريمة كبرى حتى لو كانت المعلومة تفيد المواطن والشعب. فأتمنى أن اللوم ينصب على الجهات المعنية وليس على الصحفيين، ولعل هذا ما قصدتي دكتورة هالة. خلوني نأخذ بس آراء الشارع السعودي حول هذا الملف ثم نعود لكم. زواج القاصرات وهو موضوع صار شائع مؤخرا للأسف، يعني هذا مفروض من الأشياء اللي تكون اندثرت من السنوات الطويلة الماضية. يعني احنا في القرن 21 الآن والعالم اتفتح أكثر، يعني بكل بساطة أقدر أقول لك لو حكمت على أي قاصرة وعطيتها أي موضوع أنها تحكم عليه ما راح تحكم فيه بالشكل الصح، وهو موضوع بسيط، فما بالك بالزواج. فهذا أشوف أنه ظلم في حقهم يعني، ومفروض أبدا أن يتم النظر فيه بشكل أكثر جدية ومنع الشيء هذا تماما. اليوم صدر قرار منع زواج القاصرات، شيء كويس في المجتمع. يعني سمعنا في السنوات الأخيرة عن زواج يعني في أطفال يعني من 11 سنة إلى 12 سنة، الشيء ذا فعلا شيء يحزن. يعني لسه أطفال، يعني ما في أي مسؤولية، لسه النضج العقلي حقهم ما وصل إلى الكمال أو قريب من درجات الكمال. كويس أنه نزل هالقرار، لأنه أنا أشوف الحالات هذه كثير عندنا. يعني شخصيا أنا أعرفهم أنهم يتزوجون وهم يعني قاصرات ما ينجحون، يعني نسبة قليلة أنه تنجح وآخر شيء تنتهي بالطلاق. فأنا أشوف أنه القرار هذا مناسب، لأنه إذا كانت راشدة أكيد أنه تقدر يعني أشوف أن النسبة تصير قليلة أكثر بالطلاق. كثير اللي يشوفهم يعني أنه طلقوا وهي قاصرة، أكيد يعني هذا كثير سمعته وأنا عشتها، يعني من ناس أعرفهم كثير وعرفتهم شخصيا أنه ما نجحوا بالنسبة أنها عشانها قاصرة. يعني أنا أشوف أن الراشدة نسبة نجاح زواجها أكثر. طيب هذه آراء، يعني آراء عشوائية كانت في الشارع السعودي. الشيخ سعد، لعلك استمعت لآراء الناس ورأي الدكتورة هالة. يعني هي ملخص القصة كان أنك يا أبو زيد ما غزيت، يعني ما سوينا شيء. لا، هناك قضية ثانية، تعرف الآن قضية المحاكم وقضية تأخر مواعيد حتى من لهم دعاوى في هذه المحاكم. فإذا أعطيت هذا الحق مثل للقضاة غالبا ستزداد الأمور سوءا. بعدين القاضي هل سيأذن بزواج مثلا من دون 18 باعتبار السن أو باعتبار مثلا بنيتها الجسمية أو بصحتها؟ وبالتالي نحتاج إلى تحويلها إلى الطب مرة ثانية، وبالتالي تطول الأمور. لكن ودي هنا يعني أشير إلى قضية، هل في المجتمع الآن من يزوج بنته دون 18؟ أنا من خلال يعني أنا الآن أعقد عقود الزواجات، ألحظ أن غالبا يعني سن زواج البنات خاصة هنا الآن، خاصة ممن أعقد لهم، لا تقل عن 20 سنة. يعني ربما تأتيك حالة جدا أقل من 20 سنة، قد تكون 18. تتكلمت في مدينة رئيسية، 17. احنا مش نتكلم عن البيئات الأخرى. لا، أنا أتكلم عن الهجر، المناطق النائية، أتكلم عن الرياض. الرياض غالبا تجمع ثقافات يعني لكن مدينة مركز، مدينة عاصمة، الوعي فيها مختلف. أنا أتكلم عن في حالات في الجنوب، في حالات في الشمال، في حالات في القصيم، في حالات بعض الهجر، بعض المناطق. دائما لعلك يعني كنت تتابع الصحافة. عموما صدر قرار أو كان لمح يعني بصدور قرار بخصوص تحديد سن الزواج، فكان كل من يتصل بي دائما يسأل هل القرار صدر أو لا بخصوص تحديد سن الزواج. وغالبا هم بنوا هذا الأمر لأنهم يجدون في وثيقة عقد الزواج
وهي صادرة والله جاهز الشيخ من تبلغ من وزارة العدل. هذه اللي هي وثيقة عقد السعودي موجود فيها من قبل ايش اي موجود فيها سن الزوجة او ميلاد الزوجة بحيث يحكم عليها كم عمر يعني اثناء العقد كم عمرها يعني هل هو اقل من 18 او دون 18. وزارة العدل عندها نية بتحديد سن الزواج ولكنها تنتظر القضية الظاهرة تنتهي من أروقة هيئة كبار العلماء إنه هم الذين يتولون. لكن هل هذا الأمر يعني يستحق هذا التطويل؟ قبل شوي يعني دكتور تقول أنت إنه ممكن تروح للطبيب بعد القاضي ويروح يسأل. يعني إحنا كنا نتكلم في بلد يعني ما عندهم لا بطاقات أحوال ولا عندهم شيء. هذه الفتاة يعني إيش المشكلة يكون في قانون ممنوع تتزوج إذا عمرها أقل من 18 والعمر عندها في البطاقة موضح يعرف القاضي قارن عفوا القاضي أو المأذون حتى وخلص ما تتم الإجراءات في حال أنها كانت يعني متجاوزة أصغر من هذا السن. راح أخذ إجابتك بس بعد عندنا فاصل قصير جدا ونعود. اهلا وسهلا بكم. لازلنا نناقش الخبر المسرب اللي هو في صحيفه الحياه عن وجود قانون لزواج القاصرات وحقوق اكثر للمراه فيما يتعلق بالعلاقه الزوجيه. ضيوفي الاعزاء رحب فيهم من جديد الشيخ الدكتور سعد الدراهم الاستاذ المشارك في كليه الملك خالد العسكريه ومؤذون الانكحه ايضا. ويسرني رحب من استودعاتنا في جده بالدكتوره هلا الدوسري وهي الناشطه الحقوقيه ومهتمه بشان المراه في السعوديه. الشيخ سعد كنت بتقول شيء؟ نعم. غالبا شوف الدول عندما تقر قانون غالبا تراعي المصلحة العامة. قد يتضرر من هذا القانون أو النظام فئة معينة ولكن لا عبرة بتضرره ما دام أن المصلحة للفئة الأغلب في المجتمع. فطبعا هنا كان هنا قرار سيصدر بخصوص تحديد سن الزواج بالثامنة عشر. ولكن تعرف دائما عندما يصدر قرار غالبا هناك من يشكك فيه ولماذا حدد هذا السن. فتعلم أن الآن فيه اتفاقية سيداو وسيداو طبعا سن الزواج فيها محدد تقريبا بسن 18 سنة. فبعض الناس يقول بأن هذا إملاء من قبل قوى أخرى أو شيء من قبيل تطبيق هذا. طيب لما حطوا 19 لما نزلوه إلى 17 أو ما خلوه بعد عشان نخرج من ربقة قضية الإملاءات الخارجية. عموما مثل هالقرارات هذه تحتاج إلى إجماع من قبل علماء لطرد التشكيك من الفريق هذا أو من الفريق الآخر. وعموما تنظر للمصلحة العامة والمصلحة العامة في هالزمن هذا أرى أن المرأة يعني غالبا لا تكون جاهزة للزواج إلا بعد سن 20 حتى مو 18 إلا بعد سن 20. تعرف أنت الآن المجتمع الآن يعني استعد أو جاهزية المرأة للزواج ليست كالأزمان السابقة كما أسلفت. ولذلك أنا أرى أن إصدار النظام أو القرار هذا لو صدر في اعتقادي أنه في محله نعم ويهدف إلى المصلحة العامة. نعم دكتورة هالة تشوفين أنه لو يعني افترضنا جدلا أنه المبرر عشان ما نطيع سيداوة الاتفاقية تشوفين أنه هذا يعني مبرر منطقي؟ أيضا في نفس الوقت كل هذه التسريبات اللي في جريدة الحياة ما فيها أي شيء مثلا ينصف المرأة ما تشوفين فيها أمل لأنه أنت لازلتي أنه إسنادها القاضي هو يعني مصيبة أخرى؟ لا أنا طبعا أرى أمل. يعني يكفي لنا أنه هذه الأمور أصبحت تناقش علنا أصبحت تأخذ حيز من جدول يعني المسؤولين. في نظري لا طبعا هذا شيء إنجاز حقيقة يعني. ولكن كيف يتم التعامل مع هذه الأمور؟ مش مجرد أنه إحنا مثلا ما صار في وزارة العمل ألغت موافقة ولي الأمر على قبول المرأة في عمل ولم تمنع صاحب العمل من أنه يعني يطلب موافقة ولي الأمر والمرأة في الحقيقة لم تستفيد من هذا الإلغاء. فموضوع أنه يرد أمر من حقوق الإنسان في اتفاقيات دولية فهذا هو المغزى من الاتفاقية الدولية هو تمكين الإنسان يعني حصوله على حقوقه. ولهذا انضمت المملكة لهذه الاتفاقيات هي عضو من دول العالم أيضا. فمش كل ما يأتي عن طريق اتفاقيات دولية فيجب الشك فيه وإلا استغنينا عن التكنولوجيا واستغنينا عن الطب وعن أي تقدم يعني عالمي نتاج عقليات غربية أو نتاج إزهام عالمي.
فلا ينبغي النظر اصلا الى مواضيع يعني مثل يعني حقوق الانسان او الافكار اللي تسعى الى تقنين السياسات العامه ان هي صنيعه غربيه. بالعكس، هي اذا فيها فائده لنا نتبناها، وهي لها مرجعيه دينيه ايضا، لانه حدث من خلفاء مسلمين في صدر الاسلام ايقاف العمل ببعض الاحكام لعدم مناسبتها للظروف الزمنيه او المكانيه. فهذا الشيء مش دخيل على الفكر الديني يعني. ومثل ما تفضل الدكتور سعد، هو ايضا يؤيد يعني فكره عدم تزويج القاصرات. انا ما اتحفظ طبعا، بالعكس انا سعيده انه يتم تداول اي امر في يعني يخص حقوق الناس او حقوق المراه في على مستوى عالي، لكن انا اطمع ان ما يكون مجرد يعني وضع الانظمه بشكل متسق مع اتفاقيات الدوله بغض النظر عن كيفيه عمل هذه الانظمه وتفعيلها وتطبيقها في الواقع. هذه هي الحلقه اللي يحتاجها الشخص اللي لا يستطيع الوصول لصناعه القرار، النساء الصغيرات اللي ما يقدروا يروحوا يقاضوا اهاليهم الطفلات، او السيدات اللي في اوضاع زواج متعسف او تعرضوا الى طلاق تعسفي ولا يستطيعوا الحصول على الوصول الى العداله او الى القضاء. هذول هم من سيخدمهم هذا القانون. فانا لذلك يعني شويه شككت بموضوع مصدر موثوق. انا حابه ان المصدر هذا يشعر انه هذا واجبه، انه يشرك ملايين النساء والرجال اللي حيعملوا او حيعيشوا تحت ظل القوانين، يشركهم في عمليه صياغه هذه القوانين. هذا شيء يعني واجب حقيقه، فمش يعني سبب لي انه يعني يخفي هويته او يضطر الصحفي لاشراك المجتمع الى تسريب الخبر. هذا الشيء يعني في صميم حياة الأسرة، وأغلب مشكلات النساء والأطفال هي موجودة داخل فضاء الأسرة، فلابد من إشراكهم، والناس اللي صوتهم ما يوصل للمسؤول يكون حاضر هذا الشخص ومصلحته وأهميته قبل أي اتفاقيات دولية أو قبل أي شيء. فهذا يعني في وجهة نظري يعني بالموضوع. يعني أنت كأنك تقولين أنه المفروض يناقش في قبة برلمان، ومجلس الشورى مفروض انه هو اللي يمثل. لا، ليس بالضروره يمكن طرح القانون. الى الان ما عندنا قانون منشور على فكره، يعني هم يقولوا انه الان تم اقرار. طيب فين القانون اللي تم اقراره؟ لماذا يعني مثلا كثير من المواضيع يحيلها السياسي الى المجتمع واستعداده؟ ويعني الان يؤخذ الراي في هذه الامور لمين؟ يعني ما شفت ورش عمل تم عملها. نعم. ولا تعرفين ولا حتى نشر إعلامي. نعم، لا، في ورش عمل تصير بس ما يطلعوا إلا بتوصيات. لكن إذا إحنا قدمنا أنفسنا زي دول العالم في مثل هذه الأمور، سواء أي قانون يستفتى عليه، أما في مجلس الشعب أو البرلمان أو مجلس الشورى. مجلس الشورى معروف وضعه في السعودية معين، ليس دائما يطبق يعني ما يريده الشعب ويمثلهم. فأعتقد أن إحنا ذكرنا دائما أنه إحنا في بعض الملفات لازلنا نعيش وكأننا دولة ناشئة. لكن قبل لا أذهب للدكتور سعد، ودي أعرف رأيك فيما يتعلق بالحديث عن إسقاط الولاية، وما هي الجوانب القانونية غير المطبقة لدينا في هذا الجانب؟ طبعا الولاية فيها تفسيرات فقهية متعددة. كثير من الدول أخذت بمسألة سن الرشد، وهناك مذهب الحنفية for instance يعني يسمح للمرأة الراشدة أن هي تقوم بتزويج نفسها، كذلك الثيب. يعني في حالات دينية الفقهاء تناولوها ويعني وشرحوا فيها أن الولاية ليست مطلقة. أيضا الولاية ليست سببا لرفض يعني موافقة المرأة. إذا كانت موافقة المرأة هي الركن من أركان الزواج، فكيف يمكن تقديم شرط من شروط الزواج وهي الولي على موافقة المرأة؟ كيف يمكن منح الكفاءة كما هي في وثيقة مسقط؟ وثيقة مسقط فيها أمور خطيرة فيما يتعلق بالولاية، وهم يقولوا في الخبر المنشور أنه تمت مراعاة المساواة، ومع أنهم أخذوا وثيقة مسقط كيف مثل ما هي يعني بدون تغيير إلا في الصياغة. فلو هم أخذوا وثيقة مسقط بدون يعني ما يغيروا في أمور حيوية وهامة زي أن الكفاءة حق لأولياء المرأة مش للمرأة، يعني تقدير كفاءة الزوج، هذا ممكن الرجل يجي ولي المرأة ويقول ما بعد ما تزوجت أنا ما عجبني، يعني ما هي مشروطة بوقت وما هي مشروطة، هذا فيه يعني خلل. الوثيقة مجرد استرشادية وليست فيها تفصيل للعرف، ليس فيها تفصيل لحدود الولاية، ليس فيها تفصيل للضرر الزوجي، هذا كله يترك لتقدير القاضي وهو المعمول به حاليا. فهل الوثيقة سترسخ المعمول به حاليا وهو ما يسبب المشكلات للنساء، ولا الوثيقة ستقوم بإعادة صياغة وتعريف الضرر والولاية وحدودها ومتى يمكن للمرأة أن هي يعني تلجأ للقاضي إذا الولي تعسف، وتلجأ للقاضي على حدود على أمور فعلا هي بحاجة لها، ولا معنى الكفاءة في الدين غير معنى الكفاءة اللي يمارس الآن في المحكمة. الكفاءة في المحكمة هي القبلية والجنسية وأمور لم يأتي بها الدين أصلا.
فهذه الأمور يعني لابد من كتابتها صراحة والنص عليها. لا ليست كلها كذا، في تعميم كبير في موضوع المحكمة طبعا. يعني كلهم كذا في المحاكم؟ لا طبعا، هي الأمور متروكة للقاضي وتقديره. يعني في بعض القضاة يعني ينحازوا لحقوق المرأة والأطفال، وبعض القضاة لا، يعني هي الأمور شخصية وليست مقننة بقوانين. طيب. فأنت لما تتركها في نصوص القانون لتقدير القاضي فأنت في الحقيقة لم تغير الواقع. طيب دكتور سعد، تعليق على التفصيل اللي ذكرته في موضوع الولاية وذكرت وثيقة مسقط تحديدا. طبعا بداية المقصود بالولاية هي الحفظ، حفظ المرأة وليس تقييد المرأة. وغالبا لو تنظر يعني في الفقه الإسلامي تجد دائما الولاية يعني وضعت في الأمور التي يخاف على المرأة فيها الزلل، قضية مثلا قضية الزواج. وتعرف أنت الآن حتى قيل في قضية لو صدر قرار بإلغاء الولاية غالبا تكون تبقى ولاية الزواج، لأنها يعني ركن من أركان الزواج. يعني بحيث لو طبق يعني ما راح يصير في عضل، ما راح يصير فيه، لا بغض النظر عن قضية العضل. يعني أنت ذكرت الهدف من الولاية الحفظ. أنا بقول لك يعني، لكن هل كل الناس قضية الولاية؟ طبعا عندنا الحنابلة وعند بقية المذاهب غير أبي حنيفة أنه لا ينعقد الزواج إلا بوجود الولي. هو الأب، في حالة عدم وجود الأب تنتقل إلى الأخوة، إذا كان المرأة لها ولد طبعا تنتقل إلى الولد. لكن عند أبي حنيفة المرأة العاقلة الكبيرة الثيبة أو شيء من القبيل لها الحق أنها تزوج نفسها أو توكل أحد يزوجها، وهذا طبعا موجود وخارج المملكة بعض الأنظمة معي، لكنها عندنا في السعودية الآن المذهب هو المذهب الحنبلي ويشترط وجود الولي. لكن أنا كنت أقرأ في تويتر في إحدى الطبيبات وهي تقول الآن سني أنا فوق 50 سنة ويطالبون دائما بالولي، والولي هو ابني الصغير الذي أنا أصرف عليه. كأنها يعني مستاءة من قضية. فنقول يعني تقييد المرأة يعني بالولي في كل الأمور، يعني خاصة إذا كانت المرأة كبيرة، فيه إشقاق على المرأة، فلا بد يعني تلطيف الأمر هذا وتقييد قضية الولاية بحالات يعني معينة. كأنك يعني تذهب إلى الموافقة على تطبيق مذهب أبي حنيفة أكثر. لا طبعا في قضية الزواج هذا ورد فيه نص. أي امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل. هذا لا يسعنا الخروج عن النص الموجود هنا، يعني مع أن أبي حنيفة استدل بآيات قرآنية بخصوص تزويج المرأة لنفسها. لكن وهذا حديث لا إينا. لكن هنا الآن نقول الولاية في الزواج ما هي ولا، وربما النساء لا يخالفون في هذا الأمر، لكن في قضايا ثانية قضية السفر. دكتورة هالة تخالفين ولا لا؟ يقول أنه أغلب النساء ما يخالفون. لا طبعا أغلب النساء تخالف بالتأكيد، يعني وخصوصا اللي تعرضت إلى عضل وتعسف الولي في أمور مهمة. وحاجة مهمة ثانية أن موضوع المذهب، من يلزم المسلمين بمذهب يا أخي؟ من يلزمهم؟ يعني الدين كان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختار بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فأي نص ديني ملزمين إحنا بأي مذهب، ولكننا ملزمين بالأصح. هذا شيء بالعكس، يعني اختلاف الفقهاء يوفر لنا فرصة، حتى إحنا أغلقنا باب الإجتهاد وأغلقنا كمان المذاهب. يعني هذا يعني هذا يخلي الواحد يعني فعلا مقيد. يعني الإجتهاد ليس مكفولا لكل أحد، وإنما لمن ملك أدوات الإجتهاد له الحق أنه يجتهد. أبو حنيفة كان صحيح، بس إحنا ما وجدنا أي إجتهاد. كل الأحكام اللي إحنا بنعمل عليها في وثيقة مسقط أو في غيرها صحيح، بس كل الأحكام هي أحكام موجودة في صدر الدين، هي لم يجتهد في أي منها. حتى اللعان وهو أحد البنود في وثيقة مسقط لا تؤخذ فيه ببينة إثبات النسب، وهو الحمض النووي. يعني إلى الآن في أطفال يعني ينتفى نسبهم بناء على حلف الأب. يعني في أي عصر إحنا؟ حتى هذا في الاجتهاد يعني ما تم يعني حتى العمل فيه. تفضل دكتور. طبعا قضية إثبات النسب هذه طبعا الأمة الإسلامية كما قرأنا نحن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا، يعني مع وجود المراصد الفلكية الآن لكننا مجبرين بالأخذ بالرؤية العينية، كذلك في قضية كما قلت اللعان. فليس الأب مجبر أنه يروح يحلل بالحمض النووي أو الأم أو
ولكن ناخذ بالظواهر. والشرع الشرع يعني اتى من 1400 سنه والى ان تقوم الساعه نحن مطالبون بتطبيق هذا الشرع. لكن انا ارى بس دكتور معليش في هذه النقطه عشان ما تكون صادمه للمشاهدين. موضوع الان اذا يتوفر لي تقنيه الحمض النووي دي ان اي وهذا الشيء راح تطلع لي الحقيقه غايبه، لو غيبت ممكن يكون فيها ظلم وممكن فيها ضياع نسب ويمكن فيها كثير تبعات، لماذا لا تطبقها؟ طبعا هذه المشكله اذا لا تتعارض مع اي شيء يعني وليس لها اي انعكاس سلبي على اي ملف ديني اخر، موضوع دي ان اي. نعم هذه طبعا تعطى للقاضي ولها الحق انه يقدر هذا الامر، وبعض القضاة قد يلجا اليه وبعض القضاة قد يرده، وعلى حسب اختلاف القضاة وعلى حسب اجتهادهم، في قاضي يقبل في قاضي ما يقبل بهذا. انا اقصد هذا الشيء مهم، انا رؤيه الهلال يشوفونه في ستير، يشوفونه في حائل، يشوفونه في الجنوب، خلهم يقولون يشوفونه بكره ما بقضيه. لكن قضيه مثل هذه فيها نسب، ما اعتقد الشيخ انه تمر كذا، انه لازم نعمل العقل ونستخدم اي تقنيه تفيدنا. طبعا كما قلت هذه مساله قضائيه للقاضي انه يفتي فيها. طيب. وله الحق انه يطلب بهذا الامر وله الحق انه طيب اخر نقطه بس ترد عليها عشان راح وقتنا بس. نعم اخر نقطه بترد عليها ما يتعلق بالمذاهب ذكرت. نعم. فانا اقول يعني كل دوله لها مذهب معين، بعض الدول تتوسع تاخذ بالمذاهب كلها كمصر، لكن عندنا نحن يعني نظام القضاء عندنا وان كان بعض القضاة يخرج عنها بالمذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي وكذلك مذهب مالك وكذلك مذهب الشافعي، يعني يرون بان الولايه في الزواج ركن من اركان الزواج، لا يسع المراه ان تخرج عن هذا الامر الا بوجود الولي. اما قضيه الولايه في امور ثانيه في امور المعيشه وفي غير ذلك، يعني حتى المراه تاخذ الولايه، المراه تاخذ الولايه على ابنائها مع انها امراه. كذلك يعني قضيه السفر، قضيه الوظيفه، هذه امور فيها فسحه من الامر. فطبعا غالبا الاباء اذا كانت البنت ستخرج مثلا الى بيئه تعامل نظيفه لا شك فيها وغير ذلك، ما اتوقع ان هناك اب عاقل يرفض هذا الامر. لكن اذا كانت البيئه مثلا فيها ضرر على البنت في دينها او حتى في دنياها غالبا لن يرضى. وكذلك اعتقادي ان حتى توجه الدوله الى هذا التوجه، ولذلك يعني حتى اصحاب العمل يعني لا يريدون يصطدمون مع الاولياء، ولذلك تركت وزاره العمل يعني لصاحب العمل انه يطلب موافقه البنت حتى لا يؤاخذ عن بعض الامور. طيب. التي ربما يعني نعم. تؤثر على يعني قد نصلح مثلا الامور الماديه لكن يؤثر على الامور الاجتماعيه في البيوت. نعم عموما هذا الموضوع النقاش فيه طويل وفي كذا يعني نقطه لابد كنا نمر عليها، لكن وقت دائما لدينا ملفات اخرى. اشكرك الشيخ الدكتور سعد الدراهم الاستاذ المشارك في كليه الملك خالد العسكريه ومؤذن الانكعه. اشكر ايضا الدكتوره هاله الدوسري من استديوهاتنا في جده وهي الناشطه الحقوقيه والمهتمه بشؤون المراه في السعوديه. راح نروح الى فاصل ونعود لكم بعد قليل في قضايا وملفات أخرى. اهلا وسهلا بكم من جديد، ننطلق الى اكثر المقالات الصحفيه زيارتنا على مواقع الانترنت، والمقال الذي حظي باكبر عدد من التعليقات وايضا ابرز تعليقات القراء على المقال الاكثر تعليقا، اضافه الى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج جهاله من الصحافه السعوديه. نتابع. المقال الاكثر قراءه من صحيفه الاقتصاديه للكاتب علي الجحلي بعنوان بطاله مجلس الشورى، يقول بعد ان استبشر الجميع خيرا عندما غضب اعضاء مجلس الشورى وقرروا احاله ملف التوظيف الى لجنه خاصه بعدما اطلعوا على تقرير لجنه الاداره والموارد البشريه الذي راى عدم ملائمه ملف البطاله للنقاش، وادعى ان البطاله مفتعله ولم تصل الى المستويات التي تستحق كل هذا العناء، وان الشاب السعودي ليس مستعدا للعمل في وظيفة وتحمل مسؤولياتها. جاءت اللجنة الخاصة بقبلة الحاج على خد الفتاة بدل الحجر الأسود عندما رأت أن المملكة خالية من البطالة. كان الأمل معقودا على أن تخفف اللجنة الخاصة
من توتر العلاقة بين المجلس والمواطنين من خلال تقديم توصيات أساسية ومنطقية ومنهجية تتعامل مع مشكلة البطالة الحقيقية التي لا تخفى على أحد. ويختم الجحلي: هل يرى السادة أعضاء المجلس أن هذه الوظائف تستحق أن يلحقوا أحد أبنائهم أو بناتهم بها؟ عندما نتحدث عن وظائف محترمة تراعي إنسانية ومواطنة الموظف، فلن تجد من يحجم عن التقدم لها أو القبول بشروطها والتزاماتها مهما كانت. المقال الأكثر تعليقاً من صحيفة المدينة للكاتب إبراهيم نسيب بعنوان التقاعد والأمان المستحيلة، يقول: ترى هل أجد فسحة صغيرة اليوم في صدور الرجال الذين يديرون المؤسسة العامة للتقاعد؟ هي كلمات ربما كتبها غيري، وربما قالها، وربما حملها البعض وهم يتمتمون. والحقيقة هي ليست حسنة من أحد ولا صدقة من أحد، بل هي حقوق مدفوعة الثمن دفع الرجال والنساء ذات يوم من قوتهم وزادت عليها الدولة، وكل ذلك يهدف أن تبقى لهم بعد تقاعدهم كرواتب يعيشون منها. ويكمل الكاتب: هو حقهم الذي يفترض أن يأخذوه كاملا غير منقوص، كما يفترض أن تعي عقول الرجال أن مسؤوليتهم هي ليست في جمع ما دفع لهم العاملون ومن ثم إعادته لهم بعد تقاعدهم، بل في استثماره وتطويره ليسهم في تحقيق الرخاء للمتقاعد الذي وجد نفسه اليوم معهم أمام معضلة الراتب الثابت الذي يأتي في منتصف الشهر دون زيادة أو نقصان، وكأن الحياة لا تتغير ليبقى المتقاعد بين هم القعود وهم الركود. ويختم الكاتب: في كل دول العالم للمتقاعد قيمة ومكانة ورعاية وعناية، إلا عندنا لا مؤسسة التقاعد تكرمه ولا غيرها يرحمه، وبقدرة قادر يتحول الحال كله ضده وتعتذر له كل التعاملات عن قبوله بحجة أنه متقاعد. التعليق الأبرز جاء من القارئ حيدر، يقول: عندما نقوم بالسياحة في بعض الدول السياحية وخصوصا المجاورة نجد مجموعات من المتقاعدين قد أتوا بعد سنين من الكدح للاستجمام، وهذا يدل على القدرة الاقتصادية بعد تقاعدهم للقيام بمثل هذه الجولات السياحية، بينما نجد بعض المتقاعدين لدينا بالكاد يدبر قوت من يعول. المقال الذي اختاره لكم فريق ياهلا من صحيفة الشرق للكاتب عايض بن مساعد بعنوان فليأكل المسؤولون مما يطبخون، يقول: لا يكاد يخلو أي تصريح لمسؤول من الإشادة بمشاريع مؤسسته ومدح مخرجاتها والتبشير بجودتها وتميز خدماتها. في الوقت الذي يؤكد فيه كل مسؤول على جودة ما يقدمه للمواطن من خدمات على أرقى المستويات، يجد أن ذلك المسؤول هو أول من لا يثق بما صنعته يداه، فإن مرض أحد المسؤولين لم يتعالج في أحد المستشفيات الحكومية، وإن أراد الآخر تعليم أحد أبنائه لم يلحقه بالتعليم العام، بل يختار له تعليما خاصا ونوعيا في داخل البلاد أو خارجها. ويختم الكاتب: كم نتمنى أن يلزم كل مسؤول بمشاركة المواطنين فيما يقدمه لهم من خدمات بلا استثناء، وليأكل المسؤولون مما يطبخون حتى لا تصبح لدينا خدمات عامة للمواطنين وأخرى خاصة للمسؤولين. نتابع أيضا باقي نشرتنا من أخبار المملكة، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. مئة في المئة رفع الحد الأدنى لبوليصة التأمين وإضافة امتيازات جديدة للمؤمن، ومنتصف 2014 موعد لتطبيق اللائحة الجديدة للتأمين الصحي. 140 مكتبا هندسيا تراقبه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأربعة أعوام لبدء العمل بالمعايير الجديدة. 10 مبادرات تطلقها أمانة المدينة المنورة للمحافظة على الهوية المعمارية المدينية التراثية. 3 ملايين اتصال استقبلتها عمليات الأمن بجدة، بينها 650 ألف مكالمة إزعاج، وتطبيق نظام الجودة في شرطة منطقة مكة خلال 3 أشهر. 1.6 مليار دولار حجم سوق الأجهزة الطبية المتوقع في 2018. 11.7% نسبة البطالة في الربع الثالث من 2013، وتراجعها بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها في 3 أعوام. 37 بحثاً لمعالجة التلوث الماء والهواء يقدمها الطلاب السعودية في المنتدى العلمي للأبحاث البيئية. 350 بليون ريال حجم الدعم الحكومي لمختلف أنواع السلع في المملكة سنوياً. 24,136 قضية إثبات طلاق أمام القضاء السعودي خلال عام.
نتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية، وأيضا الرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية، وأيضا الهاشتاج الأنشط عند المغردين والمغردات السعوديات والسعوديين. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الجزيرة للفنان هاجد، الذي يصور بريشته ساخراً مقارنة بين أساليب التثقيف وتعديل السلوك محلياً وعالمياً. الفيديو الأكثر مشاهدة اليوم: كاميرا مراقبة ترصد لصاً يسرق جهاز كاشير من محل تجاري بالسعودية. الهاشتاج الأكثر تداولاً اليوم: صرف مباشر لموظفي القطاع الخاص، إذ كشف لليوم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل عن انتهاء الصندوق من برنامج الصرف المباشر لدعم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تطبيق برنامج الدعم بعد 5 أسابيع. وأوضح المعيقل أن البرنامج يتيح الصرف المباشر للمدعومين من الصندوق بدلاً من الإجراء القديم المتبع عن طريق صرف مبالغ الدعم للمنشآت. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملفات أخرى. أهلا وسهلا بكم من جديد. طالب خبراء اقتصاديين الجهات المعنية بإيضاح حجم الدعم السنوي ونصيب الفرد منه، خصوصا في أقسامه بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبينوا الأرقام المتوقعة لحجم الدعم في قطاع النفط بنزين وكهرباء تصل هذا العام إلى 300 مليار ريال، مبينين أن هناك اختلاف في قيمة الدعم الحكومي لمختلف أنواع السلع في السعودية ما يتراوح بين 300 و 350 مليار ريال سنويا. معي لمناقش هذا الموضوع الدكتور فهد بن جمعة، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، طبعا عضو مجلس الشورى، لكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير في الملف. قيمة الدعم الحكومي لمختلف أنواع السلع في السعودية بما يتراوح بين 300 و350 مليار ريال سنويا. الدعم يذهب للمواطنين والمقيمين على حد سواء ويصل إلى 12500 ريال سنويا للفرد. تشكل حصة الأجانب منه نحو 100 مليار ريال. الرقم المجمل للدعم الحكومي لمختلف السلع غير موجود. والأرقام المتوقعة لحجم الدعم في قطاع النفط بنزين وكهرباء تصل هذا العام إلى 300 مليار ريال. بعض الأرقام تشير إلى 300 مليار ريال لمجمل السلع، بينما أرقام أخرى تتحدث عن 350 مليار ريال بسبب حجم الدعم المقدم لقطاع الطاقة. أهلا وسهلا بك دكتور فهد، شكرا لحضورك. هذا الكلام يقودنا إلى سياستنا الاقتصادية الاستراتيجية، يقودنا أيضا إلى قوانين تشريعات، يقودنا الحديث عن البطالة، يقودنا إلى الحديث عن تقييم أداء وزارة العمل وزارة البترول والثروة المعدنية. سأبدأ معك فيما يتعلق ببعض التصريحات لك. قلت أن سعر الغاز في المملكة 75 سنت، بينما يباع في الأسواق العالمية ب 3.56 يعني دولار، وذكرت أنه منه يتضح حجم الدعم. كيف يعني يؤثر ذلك على خط الدعم؟ كيف هل انعكاساته فعلا سلبية على كل الملفات اللي ذكرت لك في البداية؟ نعم، دعنا ننظر له من ناحية اقتصادية ومستقبل البلد. الأسعار الرخيصة تخلق نقص في المعروض في المستقبل. يعني الامتداد في المستقبل سوف تكون أقل، وهذا أيضا عندما ترتفع التكاليف أكثر يصبح مثلا إذا أخذنا الغاز 75 هذا يصبح أقل من التكلفة. الأشخاص الآخرين المؤيدين لهذا أنه يساعد شركات البتروكيماويات على التنافسية والمنافسة وكذا. أنا في رأيي إذا كانت شركات البتروكيماويات لا تستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية إلا من هذا السعر بلاش منها.
يجب على شركاتنا أن تنتقل من مرحلة وكما ذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان المنتجات الخام إلى المنتجات النهائية، تبدأ تصنع المنتجات النهائية سواء لسد الحاجة المحلية أو للتصدير. يجب أن تبدأ هذه الشركات بابتكارات جديدة واختراعات جديدة وتسويق جديد، أما أنك تعتمد على مصدر يحتاج هذا البلد ومصدر غير متجدد، والآن الدولة تبحث في مصادر في أعماق البحر الأحمر وفي الربع الخالي بتكاليف أكثر، لذا الذي ينظر إلى مصلحة الاقتصاد السعودي في المستقبل ومصلحة الفرد السعودي سوف يفكر أن هذه الأسعار فعلا تضر الاقتصاد السعودي. طيب، تصريحاتك أحيانا في المجلس يعني شوي صادمة أحيانا للشعب أكثر من الأعضاء، ما يتعلق بملف البطالة، إن ذكرت أنه لا يوجد لدينا بطالة فعلا؟ هذا سبب أن أنا ذكرت لك أن بعض الصحفيين لا يفهمون المصطلحات الاقتصادية. كان هنا على اللجنة الخاصة في مجلس الشورى الأسبوع الماضي مطروح نظام لمكافحة البطالة. اللجنة وأنا من أعضائها قلنا لا نحتاج لأنظمة جديدة، الأنظمة متوفرة، عندنا نظام العمل، عندنا الاستراتيجية لتوظيف السعوديين 200 صفحة من أفضل وعامة لو طبقناها وظفت السعوديين. المشكلة في السعوديين، وعندما نتكلم عن البطالة الاقتصادية، البطالة الاقتصادية معرفة أنه يوجد وظائف كثيرة لكن غير مرغوب فيها، هذه البطالة الاقتصادية. اللي عندنا في السعودية وش نوع البطالة؟ إذا أردت أن السعودي يعمل أعطه راتب مقنع، أعطه وظيفة مناسبة لتخصصه، ما هو تجيب السعودي تجبره في وظيفة محل الأجنبي. إحنا نعرف السعودي ما يقبلها وله الحق ما يقبلها. إذن خلونا واقعيين، إذا أردت أن تقضي على البطالة اللي الآن مصلحة الإحصاء تقول 12% وأنا أتوقع أكثر، إن على وزارة العمل وعلى الجهات الأخرى، وكما انتهى منتدى الرياض الاقتصادي بتوصية مزيد من الاستثمارات الحكومية ومزيد وتخصيص هذه المشاريع بعد ما تستثمر فيها الحكومة تصبح عاملة تخصيصها ليتولى القطاع. إذن السعودي إذا أردت أن توظفه أعطه وظائف تناسبه، ما تعطي وظيفة براتب متدني. وأيضا أهم من هذا الشيء هو الأمن الوظيفي، كيف أعمل في وظيفة ما فيها أمن وظيفي؟ نعم، ولكن أيضا نحن دكتور فهد دائما نتحدث عن المواطن وأمنه، ولكن أيضا في حقوق للموظف. بعض رجال الأعمال بعض الشركات تتورط في بعض الناس اللي ما يعملون، ولعل مادة 55 يعني نوقشت مرارا، ماذا عن هذه المادة؟ كأنه احنا هذه المادة أول ما جاءت في طريق في صياغتها الجديدة أنا من أشد الرافضين لهذه المادة، لأنها غيرت المادة القديمة اللي يمتد العقد لسنتين ثم يتجدد لسنة أخرى 3 سنوات، ثم جاءت المادة الجديدة أنك تعمل عقد مع الموظف السعودي وهذا اللي نتكلم عنه سنة أو سنتين ثم تخليه يمسك الباب. هذا اللي نتكلم، إذا أرد إذا خلي يمكن ببنود العقد خلال السنتين حتى لو ما قل لي الحق، عندما ينتهي العقد مدة سنة أقول لك مع السلامة. هذا النظام الجديد الآن مجلس الشورى عدله وصاغ بطريقة أفضل، وإن شاء الله أعتقد تمور بكرة سوف يكون عليه التصويت لصالح الموظف السعودي. وأنا أقولها من الآن، كفانا الكلام، كفانا الأنظمة، كفانا الكلام الكثير. إذا أردت أن تقضي على البطالة في السعودية ابحث عن الوظائف التي تحفز السعودي على العمل، وخاصة الأشخاص اللي عندهم مهارات وعندهم مؤهلات، لا يمكن أن تحلهم محل الأجنبي اللي في وظيفة عادية. طيب دكتور فهد، قبل أن ننهي معك بس أستثمر وجودك دائما في جدل، بنعود للنفط والدعمون، دائما في جدل عن الثروات اللي سواء نفط أو معادن، أنه في رأي يقول لك أنه الآن فيه النفط الصخري والبترول الصخري، فيه بدائل كثيرة، فيه أنه يا جماعة عندنا وفرة، خلونا نبيعها بهذا السعر قد ما نقدر الفترة الحالية افضل، لانه قد تكون موجوده كميات كثيره لكن لن تكون بهذا السعر ولا يكون وجودها يعني مردي. انت مع اي راي؟ مع اللي يقول يعني استثمار الان سريع، ولا مع الراي الثاني اللي يقول لا؟ انا في رايي يعتمد على الاسعار، مستوى الاسعار. اذا كانت الاسعار عند المتوسط يعني مثلا عند $100 او اعلى، انا في رايي ان احنا نبيع اكبر كميه ممكنه، في رايي انا، لان هذا يسمونه في الماليه بالديسكاونت ريت او الخصم. ريال الان في يدك
أفضل من 100 ريال بعد 20 سنة، لأن العشرين سنة هذه فيها معدل المخاطرة وعدم اليقين، وهناك تقدم في هذا المجال، لذا يعتمد على سعر. لكن لو كان السعر 80 لا، هذا يعني ضياع لثرواتك، يعني أنت تنهي ثرواتك قبل مدتها. فهو يعتمد على الأسعار، يعتمد على الطاقة الإنتاجية، يعتمد على الاحتياط النفطي، وأيضا يعتمد على نوعية النفط، هل هو خفيف هل هو ثقيل، يعني هناك عوامل ومحددات متعددة. نعم، لا بس أذكر نحن لا نتحدث عن نضوب بقدر ما نتحدث عن قرار، بس هذه بس عشان بس أوضح. شكرا لك دكتور فهد بن جمعة من الشورى السعودية على حضورك. فاصل ونعود لكم بعد قليل في قضية أخرى، مواطن سعودي متظلم من الخطوط السعودية بعد فصله تعسفيا على حد قوله. أهلا وسهلا بكم من جديد. قدم موظف في الخطوط السعودية شكوى من مضايقات له في العمل والإكراه أو الإجبار على الاستقالة بعد أن تقدم للإدارة العليا في الخطوط السعودية نماذج من تطوير نظام استرجاع قيمة التذاكر الذي يأخذ وقتا زمنيا يعني يقدر بستة أشهر، الأمر الذي أحيل بسبب التحقيق بحجة تجاوز مدرائه على حد قوله ومن ثم تعرضه للعديد من المضايقات. طبعا أحب أقول أنه يعني هو قدم فكرة قد تكون خلاقة وجزاؤه كان كذا. معنى الحديث هذا عن هذا الموضوع الموظف المفصول أو المبعد أو الذي يريدون أن يستقيل عنوة الأخ سعيد العمري، أهلا وسهلا بك. الله يحييك يا أهلا. وأيضا معنا من استديوهاتنا في جدة المحامي المستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي، وأيضا عبر الهاتف معنا المحامي والمستشار القانوني الأستاذ بندر المحرج. أهلا وسهلا بضيوفي الأعزاء. أيضا تحدثنا الحقيقة مع الخطوط السعودية وقالوا أنهم سيبحثون عن ملف الموظف ومن ثم يردون لنا على الوضع القانوني له. طبعا احنا عندنا تاريخ طويل مع الخطوط السعودية في عدم احترام الإعلام وعدم احترام وسائل أو قنوات روتانا بشكل خاص، وهذا طبعا مخالف لقوانين كثيرة ويدل على سوء الحقيقة إدارة لأسباب كثيرة. وذكرنا للرأي العام سابقا وستظل نذكر أنه هذه الجهة اللي هي الخطوط السعودية عندما انتقدناها وطلبنا أن يكونوا موجودين معنا رفضوا وسحبوا إعلاناتهم كلها، وكأن هذا الإعلان هو رشوة إسكات. وهي يعني الخطوط السعودية ربما تعلن في أماكن أخرى مقابل الصمت. إحنا ما عندنا هذا الموضوع لأننا نتمنى من الخطوط السعودية أن تكون الناقل الرسمي وأن يعني تشرف اسم المملكة العربية السعودية. لست مستغربا من عدم الرد، فيعني هم ربما يردون على شيء غير مهم، لكن الأشياء المهمة اللي تعني المواطن المسحوق أبدا يعني تتعالى عليها، وهي تعتبر نفسها أن فوق النقد. وهي الحديث لا يعني يخص خطوط السعودية، ولكن كل جهة تحاول أن تسكت الإعلام يجب أن نتصدى لها. وأتمنى من كل زملائي الإعلاميين أنهم يعني حتى وإن كان ذلك شوي صعب مع بعض المؤسسات الإعلامية، ولكن نحاول. اليوم الحمد لله المنابر يعني كثيرة ليست فقط تلفزيونية. أبدأ معك سعيد، قل لي بالضبط يعني بدون الحقيقة تجني، ما هي قصتك؟ ما الذي حدث؟ أبدا هو أنا لن أتجنى على أحد أول حاجة، لأن أصلا سبب ظهوري هنا هو لوضح الحقيقة. أول حاجة لمن يعرفني من أهلي وأصحابي إنه أنا ما فصلت من العمل، وإنما قدمت استقالتي بكل شرف لأنه كتبت عن مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية لمعالي المهندس. للأسف الشديد يا أخي علي أنه تعرف في حقوق مكتسبة وفي حقوق خدمية، تمام؟ الحقوق المكتسبة هي مثلا أنا أشتري حاجة وأبغى أرجعها، أن يكون لي حق في الاسترجاع مثلا. فمن سنة ونص وأنا أحاول يعني ألفت نظر أخواننا المسؤولين أنه ما يصير أن المواطن يقعد بثلاث ساعات
تمام ينتظر عشان يروح للموظف ويغلق الإجراء حقه تمام وياخذ بعد ما يستقطع الرسوم يقعد بال 15 يوم عشان ترجع له فلوس تذكرته. طيب كم واحد محتاج تمام راح متأمل انه يرجع قيمة تذكرته وللأسف الشديد يقولوا له بعد 15 يوم، علما اخوي علي انه الاسترجاع كان من يوم انشأت الخطوط السعودية، من يوم انشأت الخطوط السعودية وهو عند موظف المبيعات، يعني الموظف اللي يبيع يرجع تذكرته في نفس الوقت، يعني الحلول سهلة. ولكن فصلت لأسباب للأسف الشديد اني اكتشفت ليش هي فصلت من عزلت عن البيع. فعلى كل حال أنا لما شفت الوضع هذا لأخواننا المراجعين آثرت أنه أكتب لمعالي المهندس لعله يرأف بحال الأخوان المراجعين اللي يجون من أقصى الرياض عشان يسترجع تذكرته تمام. للأسف الشديد أنه محصور الاسترجاع عندنا في المكتب الرئيسي اللي هو في شمال الرياض، صوريا موجود في المكاتب الأخرى ولكن لا ينفذ في المطار في أي شيء. فلما يكون الشخص يبغى يرجع تذكرته تخيل لما يركب لوموزين ب15 ريال ب20 ريال ب50 ريال أيا كان المبلغ. طيب ايش فكرتك اللي قدمت؟ تمام أنا ما قدمت فكرة بحد ذاتها تمام، ولكن كتبت أول شيء أنا ما حبيت أكتب إيش الحلول لها احتراما للرؤساء اللي أكبر مني تمام، احتراما أنه ما أتدخل في عملهم، ولكن أنا أشرت إذا تبغوا رأيي أنا مستعد تمام. على كل حال أنه أنا كتبت الخطاب للفت انتباه المعالم وبينت الأسباب اللي زي ما تقول شخصت الحالة وهي تكمن في سببين. طيب انت تقول عرفت السبب ليش انفصلوا انك موضوع الفلوس عن صحيح هذا نتكلم عنه بعد لا بس عشان الوقت بس ايش الاسباب؟ الاسباب انه ما ينزل من التارجت حق المدير. انت تعرف لما تبيع ب 100,000 تمام والمدير حيقيمك على انك انت بعت ب 100,000 لكن لما تشيل منها استرجاع مثلا 30,000 حتصير 70,000 وكذا ما حتصير. بس انت تحدثت انه في استرجاع ولكنه يطول ما نفيت جدا جدا. طيب هي حتنزل منه نفس الحكايه لا بس بعد ما تتعدى 15 يوم لانه تعرف الميزانيات تنزل بعد 15 يوم. امر اخر هذول الناس اللي بيسترجعون هل هم تخلفوا عن الحضور؟ تعرف في طيران موجود في العالم احنا يروح المبلغ كله عليه صحيح احيانا يخصم خصم كبير صحيح احنا لا نجي نقول هو في الطيران الاخر احنا خلينا نمتثل بالطيران الاخر في الامور الخدميه وبعدين لا انا اقول لك ايضا احنا بس عشان نكون بس صحيح. شوي مهنيين اليوم المواطن السعودي لما يتعامل مع شركات اخرى في العالم وتكون انظمتها صار معادي على قلب بس الخطوط السعوديه احيانا يعني يتضايق يشوف انه لازم ما يعني لازم هو دائم على حقه. انت اليوم لما واحد يحجز مقعد وكل شيء يتخلف عن الرحله هذا يقص مخالفاته تقص المخالف حقه والغرامة يكون له مبلغ للتذكرة له حق الاسترجاع فيها. لكن أنت الآن تحدث عن فترة زمنية أنا اللي يعنيني من القصة من اللي قال لك استقيل؟ من اللي ضغط عليك؟ والله أنا تحدثت أنه جاك اتصالات قبل الظهور لنا صحيح يعني تقول أنها صحيح. طيبة ولكن باطنها التهديد وظاهرها غير زي كذلك هي كذلك. أنا كل حال أنا بعد ما قدمت الخطاب لمعالي المهندس تفاجأت أنه طلبت للتحقيق. أنا لما رحت للتحقيق كنت أتوقع أنه اللي أحاني للتحقيق هو معالي المهندس تمام. ليش؟ لأنه أنا لما كتبت الخطاب كتبته يمكن ما تجاوزت الحدود الأدب فيه، ما تجنيت على أحد، ما قلت هي سبب مين، ولكن شخصتها تزايد حالات الاسترجاع في حالتين. الأولى أنه كانت التذكرة عندنا مدتها 5 سنوات تمام، وأحيانا تصير كانت 3 سنوات. الحاصل أنه خفضت سعر التذكرة مدة التذكرة إلى 6 شهور. فكان في السابق أن المواطن إذا ما سافر السنة هذه سافر السنة الجاية اللي بعدها، ولكن لما صارت 6 شهور تمام حيرجعها ما حيخليها في جيبه. فكان المفروض على الخطوط السعودية قبل ما تطبق هذا النظام أنه تحط ما يسمى بالخطط الاستباقية تمام، أنه تحط في بالها أنه حتزيد حالات الاسترجاع، إذا لازم أكثف الموظفين عشان أخدم الموظف هذا تمام. الشيء الثاني أنه لما تفتح منافذ بيع زي عن طريق الانترنت والموظفين الحجز لازم تحط في بالك انت كشخص تدير مؤسسه زي هذه انه في عند حط خطه استباقيه انه حيكون الحالات الاسترجاع زياده تمام. فاحلت للتحقيق. للاسف الشديد انه تفاجات انه الاداره القانونيه نفسها اصبحت تدار بالتوجيه وليس بما يملي عليها الواقع والوقوعات تمام. فلما توصلت للتحقيق اتفاجات انه اللي حقق معايا مدير إدارة المبيعات اللي هو الأستاذ الكعيد. فسألت القانونية قلت بأي حق يحقق معايا؟ قالوا هو موجهنا. طيب موجهكم استنادا على إيش؟
فللأسف الشديد لما إدارة قانونية تترك المشكلة تمام وترجع تمسك سعيد العمري وتقعد تحقق معاه وتضيع وقته وتضيع وقته. عموما احنا نتمنى الحقيقة أن الطرف الثاني يكون موجود محمد والخطوط، لكن للأسف الخطوط السعودية دائم حتى يمكن معها حق ولا شيء صغايب. عموما راح نروح فاصل أخير ونعود. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نناقش ملف الموظف اللي استقال غصب ولا هذا سميه اي تسميه، الموظف سعيد العمري. طبعا ذكرت في البدايه نكلم الخطوط السعوديه، كلمنا تحديدا الاخ الاجهر اللي هو متحدث باسم الخطوط حتى يعني بس تكون واضحه، يعني المبيعات ما كلمناهم. ايضا كالعاده اخونا الاجهر لا يعني يحاول يجمع معلومات لين تخلص الحلقه ونقعد اسبوعين ولسه المعلومات ما انجمعت. دكتور إبراهيم باختصار رأيك في القضية التي سمعت قانوني طبعا. أول شيء مساء الخير عليك وعلى ضيفينك ديك العافية. حقيقة يعني من الغريب أنه يتم فصل الأخ سعيد بطريقة لم يفصل هذه. لم يفصل، هو أجبر على هو يقول هو استقال. نعم أي، ولكن هذه الاستقالة ما الذي دفعه على الاستقالة؟ عندما على الاستقالة هو المضايقات التي حصلت والتحقيقات، فيعتبر هذا دفع له أنه هو كما لو كان فصل مبطن بإرادة غير يعني غير مقبولة منه، فهو يقول لك أنا استقلت من الشيء اللي جاني يعني، فبالتالي هذا الأمر محل نظر ممكن أنه هو لا. بس النقاش اللي صار بينه وبينه تحدث عن نص، تحدث يعني حاولت اني اتبنى الجهه اللي غايبه من الردود التي سمعتها من الاخ سعيد، هل يعني هو منطقي ما فعله مثلا؟ شوف فيما يخص الـ الـ النقاط الاقتراح وانه هو رفع للرئيس، لا اعتقد انه مثل هذه الامور، ان بالعكس هم المفروض انهم يشكروه، وهذا الأمر يزيد من أسهمه لدى الخطوط السعودية، لا أن يعاقب أو يحال التحقيق أو أنه يضغط عليه ويضايق، وبالتالي يعني أنا استغربت أنه هو استقال. نعم إذا فهم دكتور أنه هذا تجاوز على رؤساء أو المدراء، وفهم أيضا التشكيك في ذمم مالية، ألا يحق للجهات الأخرى مثلا أن تغضب؟ وإن غضبت لربما تكون هنالك حقيقة كشفها الأستاذ سعيد وهي تريد أن تغمض عيناها، وبالتالي إحنا هنا الآن من حقه أن طيب. أنه يكتب للمدير العام ومن حقهم من تفضل. طيب الأخ الأستاذ بندر المحلي مساء الخير، أيضا نريد أن نعرف رأيك القانوني من زاوية أخرى في هذا الموضوع، ماذا على سعيد أن يفعل، ماذا على الخطوط أن تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى الأخوان المشاهدين والأخوان المشاركين. إذا تذكر في لقاء سابق كنا نتحدث عن قضية موظفي أرامكو وأنه كان هناك إدارة قانونية تحقق مع موظفين، نفس الملاحظة التي سبق ذكرناها فيما يتعلق بإدارة التي تقوم بالتحقيق نذكرها الآن مع الخطوط السعودية، وأشير إلى أنه لا يوجد نص نظامي يجيز لأي جهة أن تقوم بالتحقيقات فيما يتعلق بالمخالفات التي توصف على أنها مخالفات مالية قد بعد ذلك توجه من خلالها تهم جنائية. لا يحق في هذا الباب التحقيق أي جهة أن تقوم بالتحقيق إلا وفق النظام، هذا أمر. الأمر الثاني ذكرت أنت في حديثك عرضا بأن قد يكون ما قام به الأخ في تجاوز المرؤوسين من جانب، ومن جانب آخر يكون فيها اتهام بتلاعبات مالية. حسب ما سمعت من الأخ في حديث وعرضت بأن في حديثك، أولا الخطوط السعودية هي قطاع مدني وليس عسكري، وبالتالي مسألة الرجوع للرئيس المباشر والتسلسل في ذلك لا ينطبق على المؤسسة المدنية كما هو منصوص عليه في المؤسسات العسكرية. الأمر الثاني ما قدمه الأخ حسب ما ذكر قبل قليل أمر يتعلق بعملية تصحيح خطأ يسبب إرباك مالي للخطوط السعودية. الفكرة التي قدمها هي الحقيقة علاج لخطأ قامت به الشركة والخطوط السعودية
نتج عنه الضغط المالي، بدل أن كانت التذاكر ممكن تبقى 5 سنوات وتبقى الأموال قيمة هذه التذاكر لدى الخطوط تستفيد منها سواء كانت بإيداعات بنكية أو غيره، أصبحت ملزمة بالنظام الجديد بالخطأ الذي وقعت فيه بأن تعيد الأموال خلال فترة ومدة أقصر وأوجز من ذلك، مما يجعل قدرتها المالية والسيولة المالية لها لدى المصارف والبنوك أقل بكثير. هذا إذا نظرنا إلى الموضوع من جهة مصلحة الخطوط السعودية. إذا نظرنا من جهة مصلحة المواطن أو العميل أيا كان مواطن أو غير مواطن مع هذا الناقل الضخم، فإن الأولى أن الخطوط السعودية تنظر إلى أن تطور من خدماتها، تنظر إلى الشركات المماثلة التي تقدم خدمات جيدة. ولا شوف الشركات المماثلة أستاذ بندر ربما تفعل القرار الجديد اللي عملت الخطوط، ربما ترى الخطوط مكاسبها أو الدورة الاقتصادية لها أفضل أنه يكون 6 بدل. عموما الوقت انتهى، عندك دقيقة إيش تبغى تقول؟ أبدا، أنا كنت أتأمل خير في معالي المهندس واللي تعنيت له من الرياض خصيصا، تمام، ولكن تتحدث عن رئيس الخطوط معالي المهندس خالد الملحم، واللي قعدت عنده لمدة أسبوع تردد على بابه، وللأسف الشديد أنه وجدته وكأنه مبارك أنه واحد يفصل بهذا أو يجبر على تقديم استقالته بهذه الطريقة. أنا في نقطة بس أوضحها للأخوان، أنه التسلسل الوظيفي يكون في الأشياء اللي فيه طلب ترقية أو أي حاجة لصالح الموظف في الأمور الإدارية الوظيفية، ولكن فيما يخص الصالح العام ما أعتقد أنه المفروض أنه أقمع وحل التحقيق. على كل حال أنا ما أتمنى يكون نهج الخطوط السعودية هذا، لأنه أنا نهاية علاقتي فيها خلاص، ولكن أنا أتمنى أنه ما يقمع غيري من أخواننا الموظفين اللي عندهم أفكار وآراء في الصف الأمامي. أنت وضعك الحياة راح تسوي؟ والله أنا معاهم، إلى هم المؤسسة ما أنكر فضلها علي وزملائي في هذا، فأنا قدمت بتقاعد مبكر لأنه رفضت استقالتي طبعا، وقبل ما يجي الحلقة هنا يقولوا ظهورك قد يؤثر على ما يسمى بالشيك الذهبي عندي. من اللي يقول لك؟ أحد الاتصالات عن طريق الأخوان في الخطوط السعودية. ولكن أنا أقول لهم، أنا لما قدمت استقالتي قدمتها احتجاجا على الوضع العام، تمام، فضحيت بالمبلغ هذا أصلا من أول. واللي أتمناه من الخطوط السعودية أنها ترتقي بالخدمة من خلال الأفكار وليس من خلال الإدارات. نعم. أشكرك أنكم أعطيتوني هذه الإتاحة، وأتمنى أنه ما تكون عند نهاية غيري بنفس نهايتي يعني. لا، إحنا نتمنى الحقيقة المصلحة لك وللخطوط أيضا. بالنسبة ما يتعلق بأي أحد ورد اسمه أو يجهه لهم حق الرد، لازلنا نجدد الدعوة للخطوط السعودية أنهم يردون يوضحون لنا النقاط. أعيد وكرر، إحنا تحدثنا مع الأستاذ الأجهر وقال أنه راح يجمع معلومات، إلا الآن يمكن من جمعت، وقلت يعني هذا برنامج يومي يجب أنه يكون فيه حركة أفضل، أو أنكم تردون علينا مثل ما تردون ربما على مواضيع يعني أقل أهمية من إجبار موظف، أو يعني يخلونه إلى يعني يتجه إلى التفكير بالاستقالة ولا التقاعد مبكر. عموما أشكر الضيوف الأعزاء اللي مروا معي، الأستاذ بندر المحجز المحامي المستشار القانوني، والدكتور إبراهيم زمزمي المحامي المستشار القانوني، وأيضا الأستاذ، وقت انتهى إذا سمحت، الأستاذ سعيد العمري الموظف الذي تقدم باستقالته بعد أن تم تحويله للتحقيق بسبب أنه قدم احتجاج أو مقترح لرئيس الخطوط السعودية المهندس الملحم. وقتنا انتهى، أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا، ألقاكم غدا في أمان الله.